ايش الاشياء اللي تعبك نفسيا؟ ما في شيء صعب، ما في شيء تعبني نفسيا. اكيد اكيد. شوف والله ما يخلي النفسيه صفر الا الازمه الماليه، يعني من الاخر. صحيح. ترك الصلاه، عدم القيام بالصلاه وقتها، ما اقوم بوجبات، يعني مثلا اذا كنت مقصر مع الاهل شوي والوالدين كذا، القعده في البيت وقت متواصل حلو، وعدم استغلال الوقت، ممكن الضغط في العمل، الدراسه، اشياء زي كذا، او ظروف عائليه مثلا، او مشاكل في الحياه، امراض ما امراض، بعيد الشر عنه عنكم جميعا ان شاء الله. الاسره ممكن، لانها سبب، يعني يعتبر سبب رئيسي، بسبب انه الاسره علاقتك فيهم زي ما تقول الابديه، فصعب، لازم انك تحل المشاكل اللي بينك وبينهم عشان تعيش بيئه صحيه. قومت الصبح لين جيت اروح الدوام. طيب ايش تسوي عشان تغير نفسيتك؟ اصلي، شغل السياره واطلع، بس من الاخر تمشى، واقرب واحد من اخوياك خذه، كون في يعني في الصلاه، واجيب خبز لامي، تمشي، لعب كوره، روح الصراحة تمشى، غير جو. والله اذا كانت مشكله احاول احلها قدر الامكان، اذا لا يعني روتين حياه ممل شوي وسبب ضغوط، ممكن اطلع اغير جو، اتقهوى، اطلع مع زملائي والى اخره. ممكن اذا قدرت تعوض مثلا من الناحيه الدراسيه، او انك تعوض نفسك من الناحيه العاطفيه، يعني ممكن تساعد هذه كثير. والله زي الحين سحبت على المحاضره عشان نفسيه شوي نغير من اضحك استانس استهبل اطقطق اي سبب بدون سبب.